هل بالفعل تؤمن بمقولة بأن الحارس نصف الفريق، بل وأحيانا يكون الفريق بأكمله؟ وإذا كان في عرين المنتخب المغربي، بونو أحد أفضل حراس العالم حسب رأيي يعني. طبعا بونو حارس ممتاز، بونو يرافي إشبيلية، بونو عنده خبرة كبيرة. والدليل على كلامك في مباراة، شفنا مباراة امبارح يعني فريق كرواتي، ليفاكوفيتش القوة نتاع الحارس يعني، حتى في ضربة الجزاء من 4 ضربات جزاء يتصدى لثلاثة ضربات جزاء وكان ممتاز في المباراة. احنا نقولوا ديما الحارس راه يعطي قوة نفسية للاعبين نتاعهم، يعطيهم الاطمئنان يعني. شفنا عديد الحراس اللي خلات الفريق نتاعها ديما معناها في 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 المباراة يعني، شالوا أجوال وخلاهم معناها نفس وبعد المنتخب نتاعو فاز. شفنا حراس يعني الفريق نتاعهم سجل بعدهم صدوا عديد الكرات. الحارس المرمى العصري الحين، حارس المرمى اللي تكون عنده شخصية قوية، الحارس المرمى اللي يتحكم في الفريق مش في الدفاع نتاعو بس يعني، حتى اللاعبين يكون خالد يلعب الكرة وعرف اللي فما حراس مر بهم، حتى اللاعبين لما يحسوا انه فما حارس معناها اسد وراهم معناها عاد. كابتن عماد الحسني هداف كابتن. ايه لا نحكي لك يعني تطلع تتجازف باش تطلع، لانك تعرف اللي وراك حارس ممتاز يقدر يغطي عليك الاخطاء. هذه الكره العصريه الحين